السلام عليكم. اليوم هتعرفوا على فوائد بذور الشيا. الشيا غنية بالعناصر الغذائية المهمة، فهي غنية بالأوميغا 3. الأوميغا 3 اللي كيساعدنا على التخلص من الالتهابات اللي تقدر تصيب الجسم ديالنا. فيها كذلك الكالسيوم، فيها الكالسيوم بنسبة عالية، يعني كتخمس مرات أكثر من نسبة الكالسيوم الموجودة في الحليب. فيها ألياف غذائية، مضادات أكسدة، فيها أيضا البروتينات والكربوهيدرات. تحتوي على فيتامين B1 B2 وB3. من الصفات ديال البذور الشيا انها كتعطينا واحد الاحساس بالشبع عند التناول ديالها، يعني كتساعدنا على فقدان الوزن لاننا كنحسوا بالشبع مده اطول ونقدروا نتبعوا النظام الغذائي ديالنا بلا ما نحسوا بالجوع. الشيا غنيه بالعناصر الغذائيه المفيده، مسيطرة على الجوع، كتساعد على الإحساس بالشبع مدة أطول، يعني كتساعدنا على اتباع النظام الغذائي بلا ما نتعذبوا. وكذلك هي غنية بكل المكونات اللي ذكرنا، أهمها الكالسيوم والأوميغا 3. إذا كان عندنا مشكلة ديال ضغط الدم أو سيولة الدم، ما نتناولوش بذور الشيا إلا باستشارة الطبيب المختص. ضروري ما نستشروا الطبيب لان بذور الشيا كتاثر على سيوله الدم. اذا ممكن ناخذوها مع اي حميه غذائيه، تبعوها يوميا. ولكن كما ذكرنا، الناس اللي عندهم مشاكل ضغط الدم او سيوله الدم يرجعوا يستشروا الطبيب ديالهم. نتمنى تكون المعلومات مفيده، متمنيه لكم دائما بالصحه والشفاء.